يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك صلوا عليه وسلموا تسليما.
إلى موضع أولاً ليس هو مهيئ لمثل هذه الأمور. لو رجعنا إلى موارد الولادة والعيادة التي بيّنها الإسلام وهي مما تناسب أحوال البشر، النبي صلى الله عليه وآله في بيان أحوال العيادة حتى للمرأة في ولادتها حدد إليهم أوضاع المرأة، كيف يكون حالها عند الولادة، معالم الولادة عليها، أماكن الولادة المناسب لها، لهذا أن تجنب حتى موارد الغوضاء، موارد الطارق، موارد لا تتفق أماكنها على الستر، لأنها سوف تكون في حالتين تتطلب فيها المرأة أن تنكشف على مثيلاتها من النساء، وهذه قضية مأذون فيها. لهذا القابلة مما شرع في الإسلام أخذها بصفات خاصة، أن تكون مؤتمنة على الأعراض وأن تكون من ذوي الدين، لأنها ساعة خطيرة على المولود بل وعلى أمه أيضا. الله سبحانه وتعالى سلم فيها على أنبيائه ورسله، يحتاج إلى أجواء خاصة. فقال سبحانه في تعريضه لبعض الأنبياء: فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كذلك سلم بعض الأنبياء على أنفسهم في هذه الساعات الثلاث: فسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه ساعة، ساعات الولادة، وساعات الولادة لها خطورة على المولود. هذا لو استقبلت المولود امرأة لربما غررت من أمور الدنيا أن تصنع بالمولود ما يضره ويضر أبويه، كما يعملون بعض أعمال السحر، بعضها مؤثر عند الولادة بتسلط الجان والعياذ بالله، تسلط إبليس وأعوان إبليس، كلها مهيئة للأجواء. لهذا يأتي الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله: أن صموا عن إبليس آذان المولود منكم بالأذان في أذنه اليمنى، في الإقامة في أذنه اليسرى، فإنه يصمه عن إبليس اللعين، ينفث. وهذا مو فقط في مواليدنا العاديين، حتى في مواليد الأنبياء والمرسلين والأرسل. وليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله جن جنونهم إبليس اللعين، كان قد حجب عن أربع سماوات بولادة عيسى عليه السلام. لما كانت ليلة المولد الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وجد السماء كلها، السماوات كلها قد أغلقت عليها، جو في الأبالسة كان يبعثهم يكتشفون يسترقون السمع، قالوا إنا لمسنا السماء فوجدناها منعا أو ملئا شهبا حرسا شديدا وشهبا، ما قدرنا نخترقها. قال هو لها وأخذ يجوب الأرض، كما إلى أن وصل إلى أبي قبيس مما يلي مولد الرسول صلى الله عليه وآله، وهو موضع بيت محمد بن يوسف الثقفي الذي فيه مولد الرسول صلى الله عليه وآله. استطاع أن يخترق بعض خطوط الملائكة إلى أن وصل إلى أبي قبيس، يعني قارب الموضع في صورة صرصر كما تقول الأخبار. من الذي اكتشف الذي عرف عليه هو من؟ هو جبرائيل عليه السلام. قال وين رايح يا أبو مرة؟ وقف. قال أنت جبرائيل؟ قال نعم، طاووس الملائكة الأخرين. قال وين رايح؟ قال أريد أعرف مكة إيش فيها، لأن مملوءة ملائكة، مملوءة بحرس، إلا يولد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. قال لي يعني ما أقدر أوصل إلى، قال لا
قال له ألي فيه نصيب؟ قال له لا. في ذريته؟ قال له لا. قال له لي نصيب في أمته؟ قال له نعم. أمته سوف تعشعش وتفرق، كلك صولات وجولات، ما راح تخلي اثنين على قلب واحد، تعمل على تشتيتهم وتفريقهم. ولهذا كل مواطن فرقاء يحضرها إبليس، كل موارد افترقت فيه هذه الأمة قائدها إبليس، هو الصائح فيها، هو الرائد فيها، هو القائد. وما من عرض الدشن على أهل الإيمان في شرق الأرض وغربها إلا والراية بيد إبليس. فقضية الولادة خطيرة، إبليس يريد نصيبه، أولاد إبليس مو فقط عند حالة الولادة، حتى عند الوفاة هناك أعمال تصنع عند التغسيل، عند الولادة، عند السلامون علي أيضا يوم يموت، ما توصل الأيدي. واحد صلى على الشيخ محمد جعفر الجعفيري وفقه الله، يقول مرة كنا في العمرة، كان معهم إحدى النساء تشتكي أنها لا ترى البيت الحرام. تصور أنت في حرام البيت والكعبة أمامك وما تشوفها، كأنما غشاوه على الوصف، أن التي تبصر القلوب وتبصر العيون. إذا القلب انشغل الواحد الحاجة قدامه يدورها أيشوفه، إنها لا تعمل عيون ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يقول أنا قاري رواية أن الذي يعمل، وبعض تصير ولادة تصير قابلة وتصير بعد تغسل بعض، يعني يجمعون بعض النساء بين الأمور، من أو غالبا تكون راس تكون ولادة تكثر عليهم عيشي. قلها أنت ما كنت تعملين؟ قالت أنا ولادة وهم بعد بس ما تصنعين بالمواليد، ما تصنعين بالموتى. رواية يحرم، يحرم رؤية البيت من عمل أعمالا تضر بالمؤمنين من أمثال السحر والشعوذة وأمثالها، في المواليد منهم أو الأموات منهم، وبعضهم يوصل حتى إلى القبور والعياذ بالله. تقول أخذتني إلى جانب قالت أنا أعتبر أنني عملت أشياء منها القبيل، خصوصا للأموات، يغسل المرأة يجيبوا لها بعض الحاجات يقول هذا خليه في فمها، خليه في مواضع غامضة من الجسد، في إبطها مثلا، إذا كانت معد مثلا مجروحة وعملية كذا في بطنها مثلا، وين ما تكون فتحة يكون تحشينها. وهذا أنا آخذ عليه فلوس، أنا أقول هذا يعني يكون في خاطرة، هذا ما يضر، لا يضر، هناك أعمال القرآن قبل بعض ما يفرقون به بين المرء. فقال أنا ما مقيم استغفار وأن تعقد النية على عدم العاود للذنوب. يقول صدقت المرأة فانكشف لها البيت الحرام فترة، تقول بنعم هذا البيت دور طالع كأنما أغشي على رأسه. فأكو أمن مكان لمواليد الأئمة، أفضل البقاء أشرف الساعات، لا يحضرها إلا طهر. هذا منع النساء من قريش كما في بعض الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن الله جل وعلا قد منع الأيدي أن تصل إلى أمنا فاطمة لحظة ولادتها لأنها طهر طاهرة، ما تستقبلها إلا نساء طاهرات. قابل يجد أن حتى الأئمة عليهم السلام كل إمام له قابلة، وعادة القابلة تكون أفضل النساء أشرف النساء. هذا القوابين، آه،
قابلة إن كانت في الظاهر في هذه القواعد الظاهرية أفضل مسائل أهل البيت، وإن كنا القوابل في عالم الغيب الله سبحانه وتعالى يبعث نساء أهل الجنة حواء والبشر مريم عمران آسيا المزاحم إلى آخرة من نساء أهل الجنة كلثم أخت موسى، ليأتينا إلى أمهات الأئمة فينلنا ما تلي المرأة من المرأة عند الولادة. والآن تشايف يعني قضية في القوابل الأمور اختلطت، ما حدا هو مجلسنا من يعرف قابلته اللي قبل 30 سنة أو 40 سنة يعرف الولادة، لكن الآن إحنا ما نعرف، كثير منا ما يعرفون. هذا ولد في الساعة الفلانية في المستشفى الفلاني، حتى لو تكرمها هذه لها تكريم. النبي صلى الله عليه وآله كان يهدي القابلة أمور، منها أن يعطيها دينارا ساعة المشاورة، وإذا قام على العقيقة أن يعطيها من العقيقة شيء، كان يعطيها فخلا ويرفع لها من العقيقة تكريم. تنال لو تروح تسأل مثلا تريد أن تعمل بهذه السنة، أولا القابلة في أكثر أحوال يمكن ما تكون مسلمة، قد اكتشفوا في زمان قبل 20 سنة إحدى البوذيات تعمل بالمواليد كما يعمل البوذيون بمواليدهم عند الولادة. نعم، يعطونهم بعض الشراب بطريقة معينة بغرض أن يتأثر باعتقادها، تولد على اعتقادها مو على اعتقاد أهل الإيمان، من الذكر لله عز وجل والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. هذا يعتبرون ممنوع، يعني واحد يروح يكرمها يقول قانونا ما إلك علم حتى تعرف من هي، يعتبرون رشوة. النبي صلى الله عليه وسلم صريح الرواية وأعطى القابلة فخذا وذنا تكريما لها، لأن هي راح تعاني بعض القوابل قد تبات الليل كله مع المرأة التي تريد أن ربما أيام، وبعض طبعا العرف وهي تعتبر يعني عيادة لها، مجرد أن تعلق تأتي في كل شهر تقوم على الكشف عليها والرعاية لها إلى أن تموت. زورون بشكناهم لكنا صغارهم لعلى في مجلسنا من يتذكر، فتزور الحامل في بيتها إلى أن تموت، يتعاني مع الحامل. فإذا جئنا إلى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه خارج عن كل هذه السنن، عن هذه الآداب، عن هذه أن تؤخذ في حجرة بعيدة قلنا عن الروائح، بعيدة عن الإزعاج، ويجعل لها خادمة في الداخل وخادمة تمنع الداخل عليها من الخارج، زين تعزل في البيت. وإذا الأمر إلى هذه المرأة أن تأتي بيت الله الحرام، شيء خارج كل البعد عن كما قلنا العرف السائد والوضع السائد، حتى لو كانت بفناء الكعبة في العالة يأخذونها يودونها إلى مكان قريب من الكعبة، إلى بيوت في الكعبة المجاورة إليها، ما أن تأخذ مكان لا يخلو من الناس، لا يخلو من الطحة، لهم حجهم يأتون ويطوفون وهم موجودين، والحال أن الولادة يحتاج فيها إلى ستر وغطاء. وفي مثل ما أيام الناس تكون مجتمعة، وإنما أقبلت إلى هذا الموضع جاءه النداء أن ابعد عنها النسوان، أن تروحي وحدها المرأة في هالحالة تترك لي وحدها. يقول النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن أشد الأشياء قال خروج الروح من الروح، وإذا يا أبا طالب امنع النسوة عنها، أي واحد يقول على خلق هي الآن مع بلطف الله ورعايته، ولما نجي أن يأتيها الأمر أن تلوذ بالبيت الحرام، يعني قصد أنها تلوذ بستار، لأن بعضهم راد يحرف الولادة
وقال ما صار دخول وإنما ولدت بين البرد والجدار. هاي برد الكعبة وهذا اتساع الكعبة شايفة موجودة الآن هذا قديم. هنا ظل إلى إليها ووضع اجتمعوا بعض النسوة اللي كانوا حاضرين وقدوها وانتهت القضية. هي أقبلت وجاءت من جهة ليس فيه باب. باب وين؟ الباب صاير من جهة أخرى وعليها أن تدخل إلى الكعبة من ظهرها. هذا أيضا خلاف تسهيل. هذا مو تسهيل في الولادة، هذا تصعيب تعسير. لكن هناك مشيئة ربانية. يقول من كان شاهد أكثر من راوي المشترى عن يزيد بن طعن وغيره لا رواية عن أئمة أهل البيت، فانشق لها جدار الكعبة. اللهم صل وسلم على محمد. انشقاق الجدار ما يعني أنها تقدر تدخل إلى البيت، أيضا يحتاج إلى مرونة أخرى. ولهذا جاء في الرواية فزجها جبريل، يبين أنها محروسة بأقوى قوة من الملائكة جبريل عليه السلام، وما له من قدرة خاصة. الله سبحانه وتعالى يبعثه في المهام العظام. وردنا نعدد موارد حضور جبريل إن كان في شق الأرض أو رفع الجبال أو أطمطة البحار. المهام خطيرة جبريل عليه السلام، له من القدرة له من السلطان الإلهي ما لم يعطى أحد من الملائكة، حتى كان له من القدرة والإمكان أن يتلقى الوحي مشافهة عن الباري جل وعلا. يأخذه أمين الوحي جبريل، ائتمنه الله على أعظم سر بينه وبين خلقه، يأخذ الوحي من الله ويوصله إلى الأنبياء والمرسلين إلى نبينا محمد. يسأل الإمام الباقر عليه السلام أحدهم على طاووس اليماني، يقول له يا ابن رسول الله أي طائر طار مرة واحدة وعاد إلى موضعه ولم يطر مرة أخرى؟ طير طار بلا جناح ما إلى جناح. قال له تلغز، إنه الجبل الذي نتقه الله على أمة موسى، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. لما قصتهم طويلة، لما جاءهم بالتوراة وما رضيوا بالتوراة، هم طلبوا التوراة بعد ذلك ما عملوا به، لأن فيه قضية ثقيلة على نفوسهم كما يقول إمامنا حسين عليه السلام، وهي ولايتنا أهل البيت أن يعرفوها. خذوا خذوا ما فيه بقوة. أعطاهم علم، هذا العلم كانوا الآن يستفيدوا منه ويعرفون السباقين بالولاية لأهل البيت، لكنهم أصروا بالجحود. موضع الحديث يلا أمر الله جبرائيل أن يحتمله بشيء من جناحه. جبرائيل ونتقى يعني أخذه من أصله الجبل، يقولون إليه القاعدة الأرضية إليه أساسه ثلاث مرات في حجم ما يبرز منه على الأرض. اللي يشوف منا هذا طلعنا ربع ثلاثة أرباع شلون يثبت هذا اسم الضخم العظيم إلى قاعدة في الأرض قدر ثلاث مرات جبال راسيات رسوخ. هذا اقترح جبرائيل بطرف من جناحه، تقوا جبل الطور وجاء به عليهم، ظل لهم أمة بأكملها كأنه الغمام
إلى أن أذعن بعد ذلك أعاده جبرائيل وكأنه قد حمل شيئا من التيب. آمين. ورجل ويبال على المسيح أثقل أثقل شيئين قال فاضم السيف علي بن أبي طالب. تلقاها قبل أن توصل الأرض قصة طويلة إلى في محاربة أمير المؤمنين سلام الله عليه مع أعداء في مرات كثيرة فعلى جبرائيل يأخذها ويدخلها إلى بيت الحرام ولما دخلت هي أحست أنها في مكان مو مكان ميلاد قل فحرت في أمري لما صرتم البيت الحرام جوف الكعبة وتحاشيت رخامة الحمراء بقعة معظمة يقال أنها مبدأ الوجود في الأرض. الله سبحانه وتعالى دعا هذا الوجود كله طينة البشر هاي رخامة الحمراء تمثل بذرة الوجود يقول أنا هاي مقدسة قال يتعبد عليها الأنبياء مسجد الأنبياء والمرسلين فأنا أتباعك وإذا النداء كوني على المخالفة الله الله ديار ومعنى ما نعرفها المكان كل ما يناسب مو فقط ولهذا هي لما خرجت أقرت بهذه القضية فضلت على كثير من النساء فهذه آسية ابنة مزاح عبدت الله سرا في مكان لا يعبد فيه بيت الخلاء وكان عليها ان تصبر على حالها ومريم ابنة عمران لما ارادت ان تضع وليدها ببيت المقدس نودي عليها انه بيت عباده وليس ببيت ولاده وانا وضعت مولودي على الرخامة بجوف الكعبة ثلاثة أيام أأكل من ثمار الجنة وأرزاقها لما طلعت قلت خرجت والمنادي ينادي علي هاتف سميه عليا قلت له اسما من أسمائي فأنا العلي وهو علي قدمته بأدبي وأوقفته على غامض علمي فطوبى لمن أحبه وأطاعه وويل لمن أبغضه وعصاه هذه فاطمة هناك هتاف صحيح في البيت الحرام أن قوموا كلكم على أقدامكم هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل له تلعبن فاسجدوا طرا له في من سجاد فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم ولدا لا عزيرون
الأفضل أن أختم بها الولادة، لابد من الولادة تبركا وتشرفا، فهي من أعظم الساعات تقضى فيها المهمات. ساعة الولادة مولود يولد في أمة محمد صلى الله عليه وآله، هناك حوائج تقضى، فكيف بالمولود الذي ساد الدنيا كلها في أشرف مقعد المؤمنين ومداخل من أهل المجلس. يقول لا تنسى أبناءنا المأسورين المسجونين المعادين المحرومين من أرزاقهم، اللهم بحق هذه الساعة وبحق هذا المولود المبارك وبحق من شهده وهو نبينا محمد نختبها، أن المستقبل لأمير المؤمنين أول يد قدمته يد من؟ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على غير المعلوم طبعا بطريقة لا تستدعي أن ينكشف النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الله، أما أن انفصل من بطنها وأخذتها الستور حينها تلقفه النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول حبيبي علي، والأمير ينادي حبيبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة ابنة أسد، فلما لجني جبريل في الهوى ودخلت الكعبة بقيت متحيرة انظر في زواياها في أي مكان أكون، وإذا بالنداء يا فاطمة كوني على الرخامة الحمراء، فإن الله شأن يشرف هذه البقعة ويرفع من شأنها بأن تطأها أقدام هذا المولود المعظم الذي ذلل الله جل وعلا له كل عظيم وجعل له من الفضل والشأن ما تتطابق وتصابق دونه وتتهاون أصنام، فحينها تقول أرخيت الستور وسمعت الهاتف ينادي قوموا على أقدامكم مستقبلين النبي فترة وأن أنا أترقب والملائكة تترقب والمؤمنون في هذا المكان المعظم يترقبون والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ترقب إلى بها قد ولدت
مشتاق رب السماء ينادي صل على الهادي صل على الكبار من ولد صل على الهادي شرفهم الباري في محكم القرآن صل Yeah.
حسين جد العهد أبو حسين علينا أبو حسين علينا ما خاب من ولا علي أبو حسين علينا أبو حسين Say no, say no, say no.